السلام عليكم. إذن غادي نكملوا الحصة ديال آخر حصة كنا شفنا، كنت قدمت لكم الدرس ديال التيار الكهربائي، حاولت نلخصو ما أمكن. بون الوقت ما قدش ولي هذا، ما يمكنش ندير التمارين. إذن بقات لي واحد الحاجة في ذاك الدرس مازال ما زلتهاش، وهي خواص التيار الكهربائي. إذن في درجة كهربائية، إذن فعندنا الدارة الكهربائية عندنا جوج كيفيات باش نركبوها. كاينه داره على التوالي، داره على التوالي، اوكي، وكاينه داره على التوازن، داره على التوازن. بون داره على التوالي، اوكي، فغادي نرسم مولي هو. بون وقاطع سيره مغلوق ثم مصباح أول ومصباح ثاني، أوكي، والتيار اللي كيرجعنا غنسميه إيه، أوكي، هذا المصباح نسميه إل جوج وهذا إل واحد، التيار اللي كيمر في المصباح إل واحد، أوكي، غنسميه إي واحد وهذا إي جوج، أوكي، دونك غادي نولي ندير هاد نفس الدارة، نفس الأجهزة ولكن هاد المرة مركبة بكيفية أخرى اللي هي تركيب على التوازي أو تسميها دارة متفرعة. دارة متفرعة، وغادي نعرفو علاش متفرعة. إذن فهمتي العمود؟ فوالا. إذن هنا عندي تفرع، بون هنا عندي القاطع، هنا كاين تفرع. إذن كيخرج واحد الفرع من الدارة الكهربائية سلك اللي كيربط المصباح إل واحد، أوكي، بالسلك الثاني اللي كيمرتبط بالقطب السريع، هذا المصباح ال1، ثم المصباح ال2. إذن هذه دارة متفرعة، إذن المصابيح تكون شاعلة، علاش؟ لأن القاطع مبلع، أوكي، مغلق، والتيار يمر في حالتين، أوكي، دونك هنا عندي التيار إي، أوكي، دونك التيار اللي كيمر في إل1 غنسميه إي1، وهنا نسميه إي2. إن هذا تفرع، هادشي اللي سميناه دار متفرع، وكنسميوها أيضا دار على التوازي، حتى الأجهزة مركبة على التوازي. إذا الفرق ما بين هاد الدار والدار، أن هاد الدار هادي فيها ثلاثة ديال الأجهزة مركبة على التوازي، إن هاد الدار كتضم فرع واحد، فرع واحد ها هو، أوكي، بينما هذه الدار تضم ثلاثة فروع، هادشي اللي سميناه دار متفرع. الفرع الأول، لا بخومييي برونش، أوكي، الفرع الثاني، والفرع الثالث. اوكي، دونك ثلاثة ديال الفروع. هذا الفرع اللي فيه المولي كنسميه بالفرع الرئيسي، الفرع الرئيسي، فرع رئيسي. الفرع هذا هو اللي كنسميه فروع ثانوي، فروع ثانوي. بون عندما نشوفوا هنا العلاقة ديال أو الخاصية ديال التيار داخل هذه الدار. بون إن التيار اي واحد بي جوج في النظر ديالكم، هاد بي واش عنده علاقه باي واحد بي جوج، يعني واش متساويين او مختلفين او هذا كيساوي المجموعه ديال هادو الى اخره، اوكي. بون حاولوا تفكروا مزيان في نفس الوقت، هاد علاش رسمت هادو بجوج باش نقارن باش يخليني نعرف الجواب. بون بالنسبه لنفس السؤال، يعني هاد السيار بي واش عنده علاقه باي واحد بي جوج، واش هذا كيساوي هذا كيساوي هذا او شي علاقه اخرى في نظرك، اوكي. إذا فين شفنا مزيان هنايا، كنلقى هاد التيار اللي كيمر كيخرج من المولي، راه هو نفسه اللي كيمر في المصباح إي واحد، ونفسه أيضا هو اللي كيمر في المصباح إي جوج، يعني أن الإلكترونات اللي كتخاطر القطب السالي هي نفسها اللي كتولي إلى القطب الموجب، إذا يعني الإلكترونات ما كتبقاش في هاد المصباح، لأن المصباح لا يستهلك الإلكترونات. حيث قلنا بأن التيار الكهربائي هو حركة ديال الكهرباء، أوكي، والحركة الكهرباء السليمة تتم في المنحنى المعاكس للتيار. إذا فهاد الإلكترونات اللي كتكون في القطب الموجب، أوكي، وكتمر عبر هذا المصباح، هذا لا يستهلك الإلكترونات، بل مرور الإلكترونات من المصابيح ينتج عن ذلك كما سبق في السنة القادمة طاقة كهربائية هي اللي كتصب في المصباح الشاحن. إذا يعني غير ملي كتمر الإلكترونات عبر الدارة، كتسميها شحال، مثلا نعطي مثال واحد ميروار باغ اكزومبل،
كيمر كيصطاد بها التيار الهوائي. إن هذا التيار الهوائي هل تستهلك الهواء؟ أبدا، فالتيار الهوائي يصطدم بها يديرها ثم ينصرف يتابع مسيرته. نفس الشيء بالنسبة للإلكترونات، فالإلكترونات اللي كيعبروا هذه الدارة أوكي بواحد الوقت دقيقة، هما نفسهم اللي كيعبروا باردون، اللي كيعبروا المصباح واللي كيعبروا المصباح، هما اللي كيعبروا العقل، وبالتالي عندنا نفس الدارة الكهرباء، نفس شدة التيار، يعني إي يساوي إي واحد زائد إي جوج، أوكي، فوالا، إذا هذا خاصية التيار في ظهر على التوالي، يعني التيار عندي واحد، أوكي، تيار واحد يمر في جميع الأجهزة الكهربائية، بينما هنا يمكن فهمنا ما يمكنش، علاش؟ حيت هذه الميكرو اللي غادي يخرج لنا، أوكي، هنا غادي يتفرغ، غادي يتقسموا، واحد مجموعة يمروا لي في المصباح ديال واحد، واحد مجموعة يمروا لي في المصباح، بمعنى أن التيار الشدة ديال اللي كتجي لهنايا، يمكن كتقسم، واحد الجزء كيمر في المصباح ديال واحد، واحد الشدة كتمر في المصباح ديال جوج، وبالتالي هذا التفرع المطلق هذه اللي هنايا، أوكي، واحد العلاقة اللي كتب فيها وهي أن شدة التيار يساوي الشدة اي واحد زائد اي جوج. أوكي، هاد النقطة هادي اللي في التفرع ففي الكهرباء كنسميوها عقل، وغادي نهزو ليها الان. أوكي، فعند العقدة ان كيتفرع شدة التيار، وبالتالي اي كتساوي اي واحد زائد اي جوج. إذن هاد القانون هذا كنسميه قانون العقد. أوكي، إذن ف شدة الفرع، شدة التيار المرة في الفرع الرئيسي كتساوي مجموع ديال شدة التيار المرة في الفرع الثاني. أوكي، بصفة عامة يمكن أن نسمو قانون العقد، قانون العقد بصفة عامة. ماذا سوف نقصد؟ بأن شدة، عندي واحد العقدة، نعطيك عليها واحد الشكل باش نسمو. عندي واحد العقدة مثلا، هي العقدة فيها عدة تفرعات، إن مثلا الفرع كيمر في واحد السيارة سميه إي واحد، أوكي، وهنا إي جوج مثلا، وهنايا إي ثلاثة، أوكي، إي أربعة، إي خمسة، أوكي، وهنا مثلا إي ستة، داكوغ؟ إذن غادي نحاولوا نكسبوا القانون ديال هاد العقدة، العقدة إي، إذن فهاد القانون شنو كيقول؟ لأن السيارات بحال هنايا رقم إي راه داخل. اي واحد اي جوج خارجي، اذا هنا يمكن نقول بان شده التيار الداخليه تساوي شده التيار الخارجه، اذا هنا شده التيار الداخله هي العقده اي كتساوي مجموع ديال شده التيار الخارجه بين العقده اي، دونك غادي نتكلم على شده التيار الداخله، دونك عندي اي 6 داخل ها هو اي 6 زائد اوكي اي جوج داخل زائد اي 3 داخل اوكي اي 3 اوكي فوالا، إذن هادي كتساوي بون إي واحد خارج ها هو إي واحد زائد بون بون إي أربعة حتى هو خارج فوالا إي أربعة زائد إي خمسة حتى هو خارج فوالا، قانون ديال هاد العقدة هادي. إذا بغينا نكتبو القانون بصفة عامة، بصفة عامة فالمنطوق ديال هذا القانون يقول مجموع شدة التيارات الداخلة إلى العقدة يساوي مجموع شدة التيارات الخارجة منها. أوكي، يمكن نكتبوا هذه العلاقة هذه سيغما اللي كتدل على المجموع ديال شدة التيارات الداخلة إلى العقدة تساوي مجموع شدة التيارات الخارجة سورمون، اون بالعربية كنسميوها خارجة. بون، يعني داكشي اللي قلنا ما هضرناش عليه في الحصة الأخيرة هو هذا. دابا غادي نتاخد كيما وعدتكم مجموعة ديال واحد التمارين نديروهم خاصين بهذا الدرس هذا، باش هكدا ندربو على يعني تطبيق المبتسم اللي كتب في الدرس، هي هاد العلاقات بحال ديال قانون العقد والعلاقة اللي كنا استعملنا بخصوص قياس شدة التيار. دونك غادي نعطيكم التمرين الاول، وقبل ما تجاوبوا على التمرين ولا قبل ما تشوفوا الاجابه يعني حاولوا تفكروا فيه ومن بعد عاد جاوبوا. الو، التمرين ماذا يقول؟ مصباح جيبي، اوكي، واسمعوا مزيان، خذوا شي ورقه وسيلو وحاولوا تكتبوا.
مصباح جايبين يمر فيه تيار كهربائي شدته 60 ملي امبير. دونك هذا المصباح جاي يمر فيه تيار شدته اي يساوي 60 ملي امبير. فوالا هذا تمرين واحد. فوالا تمرين واحد. مصباح جايبين يمر فيه تيار كهربائي شدته اي كتساوي 60 ملي امبير. عند تغذيته بعمود يمكنه ان يمنع كميه قصوية من الكهرباء كي كتساوي 84 كولوم. يعني غادي نغذيه بواحد العمود، اوكي، عمود اللي مخزن واحد كميه الكهرباء، اوكي، كي كتساوي 84 كولوم. 84 كولوم، اوكي. دونك العمود هذا اللي غادي نشغلو به المصباح، يعني الطاقه التخزينيه ديالو كتساوي 84 كولوم. السؤال اللي كيتطرح علما ان هذا المصباح هذا وتسير كيستهلك، اوكي، وبغينا هذا العمود نخدمو غير هذا المصباح، اذا شحال المده الزمنيه اللي غادي يستغرقها المصباح الوشاع قبل ما العمود يعني يفرغ من الطاقه الكهربائيه او يتلف ما يبقاش خدام، يعني هو بالكهرباء يصحى التعليق. إذن السؤال وهو احسب المدة الزمنية، المدة الزمنية لاشتغال العمل، اوكي، يعني مثلا طويت بالمصباح واحد الساعة، اوكي، بعد طفيتو إذن هاني حسبت الساعة، عاوتاني من بعد ملي استغنيت واحد الساعة المدنية هاني كنحسب الساعة المدنية، عاوتاني استعملت 10 دقائق، يعني شحال من مره كانش هذاك الوقت كله، إذن يعني هذا هو السؤال، تقول المده الزمنيه اللي غادي يستغرقها العمود باش يبقى كيزود ليا المصباح ديالي بالطاقه الكهربائيه، اوكي، بالتيار الكهربائي اللي كيساوي 600 ملي امبير، اوكي، دونك عندنا العمود هو هذا، اوكي، وعندنا المصباح ديالنا ها هو. اوكي، دونك هنا المصباح راه شاعر. إذا مثلا هذا المصباح جاي سيبوزو باللي ركبناه مع العمود وخليناه شاعر، ما طفيناهش كاع، يعني خليناه شاعر، اوكي، شحال غادي يبقى شاعر دلوقت؟ هذا هو السؤال. إذا حاولوا تجاوبوا بكل بساطة، اوكي، يعني ما تعقدوش، حاولوا غير شوية تفكروا تلقاو الجواب راه ساهل. اوكي، من بعد عاد شوفوا الأجوبة. إن هنا الجواب شنو هو؟ إن فمثلا أن إي كيساوي 60 ملي أمبير، نعطيك التعريف ديال شدة التيار، فكنعرف بأن شدة التيار إي كتساوي ماذا؟ كتساوي كمية الكهرباء كي التي تعبر، أوكي، التي تعبر مقطعا من الضرر، أوكي، خلال مقسومة على المدة الزمنية اللازمة لعبور ذلك المقطع، أوكي، دابا هاد كي ما غاديش يعني فرمشة عين غادي تعبر الدار المقطع من الدار الكهربائية، لا، غادي يستغرق واحد الوقت كبير باش هذا العمود يفرغ من الكهرباء اللي كيخزنها، اوكي، وبالتالي هذه المدة هي دي بلس دي، إذن ما يحسبوا دي بلس دي، دونك هذا يعني أن دي بلس دي تساوي بكل بساطة كي على إي، اوكي، فوالا، وكنقص دونك هذه العلاقة كنكثرها، اوكي، ومن بعد كنتبنى التطبيق على إي، اوكي، ما نحسبش دي بلس دي. إن فاضني ما نحسب لي فاضني خصني نحول إلى الوحدة العالمية، إذا بالنسبة لكمية الكهرباء الوحدة هي كولوم راه محولة، إذا كنكتب 84 مقسومة على إن هذه ملي أمبير خصني نحولو إلى أمبير، إذا فباش من ملي أمبير لأمبير دائما كنضرب 10 أس ناقص 3، حيث واحد أمبير فيه 1000 ملي أمبير، وبالتالي واحد ملي أمبير فيه 10 أس ناقص 3 أمبير، وبالتالي باش نحول هذه الأمبير كنضرب في 10 أس ناقص 3، دونك 60 مضروبة في 10 أس ناقص 3، أوكي، بون كنحسب وكنلقى النتيجة السولوم دي بلاك دي إلى لا، وهنا كنلقى السولوم، نخلي لكم نتوما تحسبوا على راحتكم باش تلقاو لنا النتيجة، أوكي. بون يمكن مثلا بالسكوند الا بغيت مثلا شديت هاد القيمه بالسكوند وبغيت نعرف شحال ساعه او شحال دقيقه شنو غادي ندير القيمه اللي حسبت هنايا عليها
باش نحاول خصني نحولها الى ساعه. مزال لقيت اكثر من 3600 اوكي، دونك نقسم داك العدد ديال اللي لقيتها وشريتها خصها تكون اكثر من 3600، حيت واحد الساعه كانت 3600 سوم، كنقسم على 3600 وداك الباقي اوكي كنقسم باش ندير القاعده الصحيحه اوكي. كدير الباقي كنقسمو على 60 اوكي. مثلا سيبوزون لقيت هنا واحد القيمه، مثلا سيبوزون بلي لقيت واحد القيمه باريزون من 5600 اوكي. اذا 5600 بغيت نعرف شحال الساعه، حيت انا مثلا 5600 سكون غاديش نفهم شحال الساعه شحال الثانيه، خصني نحسب باش نعرف شحال. اول حاجه كنقسم هذه 5600 اوكي، دونك كنقسمها على 5600 اوكي، وكتعطي لي كتساوي واحد اوكي. دونك الباقي اوكي، يعني كندير القسمه ماشي القسمه باش نقسم على اعداد اوكي، كندير القسم دونك قلنا 5600 اوكي، كنقسمها على 3600 اوكي، كنحسبها على واحد اوكي. دونك الباقي اللي هنايا اذا 3600 ناقص عليه شنو كتعطي لي؟ كتعطي لي جو بونس 2060 2060 اوكي. هاد الباقي كنحسب به صافي اوكي، دونك هاي يعني هنايا واحد الساعه. هاد الباقي 2600 كنقسمو على 60 اوكي. بون اذا حصلت هنا مثلا هنا واحد اكس باريزون، وهنا بقات لي واحد ايكغيك اوكي. دونك هاد الاكس هي اكس ميغيك، وهاد الايكغيك هي ايكغيك سوبر. بون هادي الطريقة باش غادي نعرف بالضبط هاد الديلتا دي شحال كتساوي في ساعة وشحال كتساوي في ثانية. بون اما انا اذا كنت مثلا في الامتحان فرمت الوجه ديال النهار نخليها في السوبر. هادي لا تبغى مني قالوا لي حول الى الساعة الثانية. أما إلا تبغيش تخليها في السوبر راه الجواب صافي شافي كامل اوكي. دونك هذا هو الجواب على التمرين هذا. شوفوا دابا التمرين اخر، التمرين رقم جوج حتى هو غادي نبني عليكم الاسئله اوكي، ثم نعاود نجاوب. السؤال رقم جوج يعني هنا التمرين باردون رقم جوج، يعني شنو كيقول لنا التمرين رقم جوج؟ بون خلال حدوث عاصفه رعديه يمكن ان ينتج تيار كهربائي شدته اي كتساوي 200 كيلو امبير، اي كتساوي 200 كيلو امبير. اعيد، خلال حدوث عاصفه اوكي، نقول لكم شنو مكتوب في التمرين بالضبط. خلال حدوث عاصفه يمكن ان ينتج تيار شدته، يمكن ان ينتج اوكي تيار شدته اي كتساوي 200 كيلو امبير. اذا هذا التيار ينتج خلال مده زمنيه، خلال مده زمنيه تتراوح بين دلتا تي ان كتساوي يعني هاد العاصفه يمكن تحدد لنا واحد المده زمنيه اللي كتساوي اما 10 اس ناقص 4 سكون، او تقدر تكون هاد المده الزمنيه دلتا تي دو كتساوي 10 اس ناقص 2 سكون اوكي. مفهوم دابا المعطيات هي إذا نصور مثلا العاصفة تجي عندنا واحد البرق، أوكي برق، إذا البرق هو تفريغ للكهرباء، إذا البرق هذا، أوكي، مثلا سيبوزون بلي عندي واحد الساعة قريبة من الأرض، وفي العاصفة نتج واحد البرق ما بين السحابة والأرض، إذا وقع لنا واحد التفريغ الكهربائي، هذا التفريغ الكهربائي، أوكي، عطانا واحد الشده التيار اللي هي 200 كيلو امبير، يعني التيار اللي مر اما من السحابه من الارض السحابه او من السحابه الارض اوكي، الشده ديالو هي وهاد التيار الكهربائي مر في واحد المده زمنيه اللي تقدر تكون 10 بيسونس موان 4 سكون او 10 بيسونس موان 2 سكون. فالسؤال يقول اوكي، حدد كميه الكهرباء التي تحملها العاصفه خلال 10 اس ناقص 4 سكون. دونك خصني نحسب U اوكي، حدد كمية الكهرباء. بون غادي نكتب السؤال عليه، حدد كمية الكهرباء
كمية الكهرباء التي تعبر أو التي تحملها العاصفة التي تحملها العاصفة خلال دلتا تي ار وخلال دلتا تي ار. فهذا السبب يقصدوا يعني الكهرباء التي تحملها العاصفة. فإذا كانت كما قلت لك ذاك الراد كاين ما بين سحابة والأرض، هنا عندي الأرض وهنا عندي السحابة، إن فالأرض هو واحد التصفية كهربائية يتم ما بين السحابة اللي كتنظيفها من الأرض، و دونك هنا العاصفة، إذا التيار الكهربائي كاين جوج احتمالات، على حساب التوتر بون دابا أو الجهد الكهربائي، دابا نهضرو عليه، إذا يقدر مثلا التيار ينطلق من الأرض نحو السحابة أو من السحابة نحو الأرض، صحيح، أوكي، حنا نفترضو بلي هذا التيار كينطلق من الأرض إلى السحابة، بمعنى آخر أن الإلكترونات غادي تتحرك ليا من السحابة إلى الأرض، فوالا، أوكي، دابا هاد التيار هذا اللي طار، دونك شنو قصدوا لنا بحد الكمية الكهرباء التي تحملها العاصفة، صافي ديك الكمية الكهرباء التي أفرغت من السحابة نحو الأرض أو من الأرض نحو السحابة. هذا هو يعني مفهوم ديال السؤال. إذا خصني نحسب ديال الترقيم. أوكي. فنفس الجواب اللي درنا في التمرين اللي فات. أوكي. ف حنا عندنا كنعرفوا بأن إي كيساوي كيو على ديال الترقيم. أوكي. دابا أنا عندي إي وعندي ديال الترقيم ما عنديش كيو. أوكي. دونك خصني نحسب كيو. دونك عندي جوج حالات. الحالة الأولى دونك العادة الأولى. دونك الو بعدا قبل ما ندير العلامه الاولى نعطي التعبير ديال القيمه اللي باغي نحسب. شنو باغي نحسب؟ باغي نحسب كيو. دونك نبليك كو كيو ايكال كتساوي لنا اي فوا ديلتا تي اي ديلتا تي. اوكي. وهنا الحاله الاولى عندي كيو واحد كتساوي اي مضروبه في ديلتا تي ان. اوكي. وعندي السبيحه هذه كيو ان كتساوي ان اي هي 2200 كيلو امبير سيحولها ضروري الى امبير. دونك كتعطينا 200 مضروبه ب 10 اس 3 يعني حولتها لامبير حيت كيلو امبير ب 10 اس 3 امبير مضروبه تي ان. تي ان اوكي. دونك ديجا بالسكون خليها بالسكون حيت السكون ديال الوحده العالميه مضروبه ب 10 اس ناقص 4. اوكي. وبالتالي ملي كنحسب ان فعلي 10 اس 3 ضرب 10 اس 4 يعني 10 اس ناقص 1 في 200 هي 20 كولوم. ها عندك قيمة كي واحد. اوكي. بون بالنسبة لكي جوج إذا كانت عندي كي جوج كتساوي إذا كي جوج كتساوي إي ما كيتغيرش. اوكي. إي مضروبة في دلتا تي جوج دلتا تي اثنان. اوكي. تصبيح هذا لي تصبيح هذا لي يعني ديما سنحول إلى الوحدات العالمية. أو كي دو إي ما كيتغيرش كيبقى ليا 200 في 10 أس 3 مضروب في دلتا تي دو قلنا هي 10 أس ناقص 2. أوكي. ناقص 2 وبالتالي كي 2 كتساوي ألوغ عندي 10 أس ناقص 2 في 10 أس 3 كتعطي ليا 10. أوكي. مضروبة في 200 هي 2000. أوكي. يعني 2000 ماذا؟ كولوم. أوكي. هنا 20 تعطي 10 أس ناقص 1 كيدنا 0 وهنايا 3 في 10 أس ناقص دونك كتبقى لي 10 10 أوكي كنضربها في 200 كتعطي لي 1000. بون هذا هو الجواب على السؤال الأول. أوكي. شنو قال لنا في السؤال الثاني؟ السؤال الثاني دونك السؤال الثاني حدد كمية الكهرباء التي تحملها العاصفة. بون بارون هذا السؤال الأول. السؤال الثاني إذا اعتبرنا العاصفة ناتجة عن انتقال الإلكترونات، وأكيد غادي تكون ناتجة عن انتقال الإلكترونات، أوجد عدد الإلكترونات المنتقلة خلال 10 أس ناقص 4 سكون. أوكي. دابا أنا قلنا بلي هذه الكهرباء اللي انتقلت من السحابة إلى الأرض هي عبارة عن إلكترونات. دونك هذه الإلكترونات هذه
بغينا نعرفوا العدد ديال شحال. بون شنو عطاونا في المقاس؟ عطاونا الشهادات الابتدائية. الوغ احسب عدد الالكترونات، اوكي، الالكترونات المنتقلة المنتقلة خلال ماذا؟ خلال دي طاطي كتساوي 10 بيسونس موان 4 سكوند. يعني دي طاطي ان سميناها ان، دي طاطي ان 10 بيسونس موان 4 سكوند. بون حنا غادي نعتبرو ملي كنبغيو نقولو نحسبو المقدار، دونك سي نعطي واحد الرمز، هذا الرمز نعطي ان، اوكي، نعتبر عدد الالكترونات، بون كنرمزو الالكترونات بلا ناقص، هو ان، اوكي. إذن فأنا شنو عندي؟ عندي كمية الكهرباء كي واحد هي 20 كولوم، أوكي، كي واحد هي 20 كولوم، داكوغ. بون، هاد كي واحد هي في الحقيقة شنو هي؟ هي الكهرباء المحمولة أو القيمة المطلقة للكهرباء المحمولة من طرف هذا العدد الإلكترونات. يعني هذوك الإلكترونات كل من اللي عبروا فيا السحابة إلى الأرض هما اللي حاملين هاد كمية الكهرباء كي واحد. ألوغ كي واحد كتساوي القيمة المطلقة ديال عدد الإلكترونات، أوكي، مضروب في الشحنة اللي كيحملها كل إلكترون اللي هي ناقص، اوكي، بحيث هذا المعطى ولا المقاييس، اوكي، داكوغ. دونك وعي، يعني كل الكترون كيحمل شحنة سالبة ناقص، وبالتالي هذا العدد الالكترونات اللي انتقل هو اللي حامل هذه كمية الكهرباء، خصني ندير غير قيمة مطلقة لشحنة الكهرباء، يعني هذه شحنة الكهرباء 100 ناقص أو إن هو ناقص، وبالتالي كما كمية الكهرباء، دونك حنا قلنا بأن كمية الكهرباء دائما كتكون موجبة، إذن وبالتالي كي واحد كتساوي ماذا؟ إن بكل بساطة، إذن منين كنلي نستنتج العدد الإلكترونات اللي عبر السحابة إلى الأرض، ألوغ إن كتساوي كي على كو، هكذا، كندير تطبيق عددي بكل بساطة، وبالتالي إن كتساوي ألوغ كي. دونك كي قلنا هي كي واحد، فوالا كي واحد هنايا 20، اوكي، مقسومة على 1.6 مضروبة في 10 ناقص 19، فوالا، حيث او كتعرفوها كتساوي 1.6 في 10 ناقص 19 كولوم، دونك هادي او ديما كنعطيوها لكم، هادي غير مع المدة يمكنكم تحفظوها غير بقوة ما كتستعملوها، ولكن ماشي تحفظها على اساس ان ما نعطيوهاش، لا، ديما كنعطيو هاد الشحنه الكهربائيه الابتدائيه، وانت تعرف بان الشحنه الكهربائيه اللي كيحملها البروتون، الالكترون كندير ناقص، بون كنحسب هاد القيمه هادي، اذا فاتت لي واحد العدد كبير بزاف، دونك عندي 20 على 1.6، وهاد 10 ناقص 19 كتطلع الفوق، اوكي، فكنلقى واحد العدد كبير بزاف، دونك عندنا 20 على 1.6، الوغ شحال تعطينا تقريبا إذا 16، أوكي، يعني واحد 10 11 12 ولا شي حاجة بحال هكذا، مضروبة في 10 و 19، يعني واحد العدد خارج، دونك خليكم نتوما تحسبوا، أوكي، إذا فملي تبغي تستعمل على حسب ما تدخلوا هذيك المسألة، تحسبوا إن كتساوي، تحسبوا غير 20 على 1.6، أوكي، وهذه مضروبة في 10 و 16، وهذه القيمة اللي تخرج منها تخرج منها أكثر من 10. اوكي، اذا كان تخرج لي 18 ولا شي رقم، اوكي، دونك خليكم انتم تفكروا في الحساب بالاله الحاسبه ماشي بروبليم، اذا دابا ننتقلوا للتمرين 7، تمرين 7، بون تمرين 7 يعني في هذا الحساب هذا الرقم ديال التمرين هو 7، بالنسبه لنا هنا غادي يكون رقم 3، رقم 3، واو، اذا التمرين رقم 3 اللي غادي نستعملوا فيه قانون العقد، اوكي، باش تشوفوا راسكم واش فهمتوا قانون العقد ولا ما فهمتوش. إذن عندنا واحد الدارة كهربائية، ها هي، إذن فوالا، بون كولا مع
واحد الدرجه الرباعيه هي دار فيها تفرعات مكونه من 6 ديال المصابيح. عندنا جوج مصابيح ها هما اوكي فوالا، وهذا المصباح هنايا ها هو، وكاين مصباح هنايا اوكي، وكاين هنا مصباحين على بون هذا المصباح على، وهنا مصباحين على توالي فوالا اي فوالا 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 اي فوالا. الوغ انا نقدمو هاد المصابيح نسميوها دونك غادي نبدا عندي ال واحد هذا ال واحد هذا ال جوج هذا ال ثلاثة ال أربعة ال خمسة ال ستة بون. السؤال شنو دابا عندنا هنا بزاف ديال الفور، حسبوا شحال كينفع في هاد الدرجة الرباعية، يلا رسموها وحسبوا شحال كينفع. بون انا غادي بالمعطيات ومن بعد نشوفوا شحال كينفع. بون اذا المعطيات دابا شنو كنعرفو، كنعرفو بان المصباح ال بون المصباح ال واحد ال ثلاثة وال أربعة، ال واحد وال ثلاثة وال أربعة هادو كنعرفو شدة التيار لي يعبروه لي كيمرو فيه. بون بالنسبة للمصباح ال واحد التيار لي كيمر فيه أو شدة التيار لي كيمر فيه وهو 0.2 أمبير فوالا. بالنسبة للمصباح ال ثلاثة شدة التيار التي تعبره هي 0.5 أمبير. المصباح عندنا ال ثلاثة 0.5 أمبير هذا ال ثلاثة، والمصباح ال أربعة شدة التيار التي تعبره وهي 0.3 أمبير 0.4 دونك يساوي 0.3 أمبير. السؤال شنو هو؟ إذن خصني نحدد شدة التيارات الكهربائية اللي كتمر ليا في باقي المصابيح. إذن شنو المصابيح اللي مانيش هنا؟ إذن ال واحد ها هو، ال جوج مكاينش، دونك واحسب، هذا هو السؤال، واحسب ال جوج يعني اللي كيمر في المصباح ال جوج اوكي، دونك فيها ثلاثة عندي، أربعة كاينين، و إي ثلاثة، بارون إي ستة اللي كيمر في المصباح ستة، و إي و إل إي خمسة اللي كيمر في المصباح إل خمسة. هذا السؤال الأول، أوكي، هذا السؤال الأول، دونك المعطيات، السؤال الأول هو هذا، وكان كاين السؤال الثاني. اوكي يلا حاولوا تضربوا لنا بعدا احسبوا لي هذا الفروع. اذا في الفروع الى حسبنا اوكي شحال لقيتو اوكي، غادي نحسبوا مجموعين نشوفوا راسكم واش لقيتو شحال. دونك عندي هذا الفرع الرئيسي ها هو اوكي، عندي هنا جوج ديال الفروع اوكي ثانويه، دونك هذا زاد الفروع، عندي جوج فروع اخرين هنايا دونك هذا زاد الفروع، عندي هذا الفرع هو 6، اذا 6 ديال الفروع، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة ديال الفروع. ألوغ دونك باش نجاوب على هذا السؤال، بون أول حاجة غادي حنا عندنا العمل هو اللي كيعطينا التيار، أوكي دونك هاد التيار غيتسمي إيه؟ التيار الرئيسي، الفرع الرئيسي، كيوصل لهنايا بون كيتحرك. دونك دائما التيار كيهضر بالقطب الموجب كيتفرع، غادي يتفرع صافي ندير واحد جزء منه غادي يعبر هاد المصباح هذا اللي نسميه اي واحد اللي هو هذا عطاونا المعطيات ديالو. بون والجزء الثاني من هاد التيار غادي يعبر ليا هاد المصباح اللي هو اي جوج اوكي، اي جوج مكاينش في المعطيات دونك سي سي. بون اون فوا كيخرج من هاد العقدة، دونك هنا العقدة الأولى نسميوها ان ان، وهنا العقدة الجوجة نسميوها ان يو، دونك هاد التيارين جوج اللي كيخرجوا من العقدة هادي اوكي كيمروا هنا، وهنا كاين عندي تيار اي ثلاثة كيوصل للعقدة نسميوها ان ثلاثة اوكي وكيتفرع، دونك كيمر تيار في المصباح ان اربعة نسميوه كاربعة، وهنا مصباح اخر اللي هو اي خمسة اوكي، وهنا كيمر في المصباح
تياقي 6 و نبداو بحساب تياقي 2. اذا كتطبقوا ليا كتطبقوا كامل العقد التيارات الداخله الى العقده كتساوي المجموع ديال جيد ديال التيارات خارج العقده. اذا جمع العقده هذه السالب دابا انا غادي نحسب لي جوج، ها هو جوج. اذا كنجي لهاد العقده هذه بالضبط هذه ها هي اوكي. اذا عندي التيار اي واحد واي جوج داخلين ليها واي ثلاثه خارج ليها اوكي. دونك هنا باش نجاوب هذا السؤال الجواب اوكي عند ان جوج العقده كاين شنو هي العلاقه اللي كتب اي واحد واي جوج جوج داخلين. اذا المجموع ديال الشدات ديالهم اللي هي اي واحد زائد اي جوج غادي تساوي ليا اي ثلاثه، ها هي اي ثلاثه اوكي. دونك انا ما عنديش اي جوج صافي ندير كو اي اثنان، يعني ان اي اثنان كتساوي ماذا؟ اي ثلاثه ناقص اي واحد، اي ثلاثه ناقص اي واحد بار اي واحد صافي. وكندير صفيحه هذه وغادي نلقى اي جوج بكل بساطه، اي جوج اي ثلاثه 0.5 ناقص اي واحد ناقص 0.2 هي 0.3 فوالا معنا كاينه النتيجه الاولى. النتيجه الثانيه خصني نحسب اي 6 اوكي واي 5. الو هنا لاحظتوا بلي هذا الفرع هذا فيه المصباح ال 5 و ال 6 مركبان على التوالي، هذا يدل على ماذا؟ على ان يعبرهما نفس التيار، يعني التيار اللي كيعبر ما عندهم نفس الشده، وبالتالي اي 6 كتساوي اي 5، يعني شده التيار اي 6 كتساوي شده التيار اي 5. اذا باش نحسب اي واحد فيهم اوكي بلا ما نحسب واحد غادي نلقى اوكي. دونك غادي نجي نجاوب هنا غادي نحيد هاد البارتي هادي بون. دونك هذا فوالا الوغ اول حاجه بعد نمشي ليها غادي نكتب بان بما ان ال 5 و ال 6 مركبان على التوالي فإن اي 5 يساوي 6، اي 5 يساوي 6. اذا فهي حسبت اي 5 بحال راني حسبت 6 وعكسه صحيح اوكي. دونك هنا العقده اللي نسالها ليها دابا عندي 4 مع 4 اوكي، ولكن اي 5 ما عرفتش اوكي واي 3 عرفت. اذا فهذه شفت السياق اللي كتدخل لي هذه العقده، اذا فهذه اي 3 داخل اوكي، في حين ان 4 و 5 خارجين. إذا عند العقدة بون عشان مثلا إن ثلاثة إن ثلاثة دونك شدة التيار داخل العقدة دونك كاين غير ثلاثة بديسو اللي داخل العقدة كيساوي ماذا؟ أربعة و إي خمسة شدة باردون أربعة زائد إي خمسة جوج خارجين دونك أربعة زائد إي خمسة أوكي وصافي. دونك إذا كنضربو على إي خمسة أو إي خمسة كيساوي ماذا؟ اي 3 ناقص 4 صبيحه هذه اي 5 اوكي في نفس الوقت اللي كتبناها اللي كيساوي اي 6 ها هو اوكي غادي يساوي لنا شحال؟ اي 3 هي 0.5 ناقص 4 4 4 هي 0.2 اونكار 0.2 اونكار فوالا هذا جاوبنا على السؤال الثاني. دابا شوفوا السؤال الأخير في التمرين هذا ماذا يقول؟ إذا قلنا احسبوا شدة التيار الرئيسي، هذا هو السؤال، احسب شدة التيار الرئيسي. إذا غادي نحيد هذه البارتي هذه باش نجاوب هنايا، الجواب راه بديهي، ألوغ احسب شدة شدة التيار الرئيسي. بون حنا غادي نعتبر التيار الرئيسي هو اي اوكي، نعتبر شدة هذا التيار هي اي اوكي. دونك اي خصنا نحسبو، اذا عندي جوج ديال سوا نجي لهاد العقدة اي واحد
أولا هذه العقدة هذه أوكي نسميوها إن 4 اللي بغيتي ويعطيني غير شي حاجة وهذه دليل أو يعني واحد الوسيلة باش نتأكد بأن النتيجة هذه صح إلا اعتبرت العقدة إن 2 وحسبت إي ولقيت واحد النتيجة واعتبرت العقدة إن 1 وحسبت إي ولقيت نتيجة أخرى على راسي أن الغلط كيكون شي ديك بون إذن نتناولو دونك عندنا جوج صورة ديال ولادي ولكن هل نتأكدو بين جوج ونعرف نعرف راسي واش خطأت في الحساب ولا ما خطأتش نبدا مثلا عند إن 1 عند إن 1 ألو شنو هاد المثل إن 1 ألو التيار اللي داخل هو إي يساوي التيار الخارجي إي جوج زائد إي 1 إي جوج زائد إي 1 أوكي بون كنسمع على دي هادي كنعطل هاد النتيجة هادي ومن بعد كنحسب إي كنلقى إي كتساوي إن إي جوج هي محسنها إي جوج إي جوج إي جوج دونك إي جوج لقينا إي جوج كتساوي لنا إي ثلاثة ناقص إي واحد إي ثلاثة ناقص إي واحد دونك إي جوج لقينا هي ثلاثة فوق ثلاثة دونك زيرو فيرمي تروا زائد إي واحد زيرو فيرمي تروا دونك هي كتساوي صفر فاصلة خمسة فوق بون غير باش نتأكد أوكي يعني بالنسبة لي تما ديرو غير في الواتساب يعني نتوما جاوبو غير بطريقة هكدا وباش تتأكدو بلي راكم صحيح تأكدو في العقدة إن 4 إذا غادي تأكدو غير جاكوبين إن أن إن 4 دونك عندي تيار إي 5 زائد إي 4 كيساوي ألو إي 4 هو 0.3 وإي 5 هو 0.2 إي 5 حتى 0.5 أوكي وبالتالي تعتبر صح إذا غادي تقريبا قدر هذا نتمنى الى فرصه اخرى ان شاء الله ونكملوا بون قلنا يعني قياش التيار الكهربائي ما تناولتهاش في هذه الحصه هذه حيت الوقت شويه ما كاينش بزاف باش ندير شي فيديو طويل بزاف واذا فبالنسبه لشي التيار القياس ديالو يعني نطبق العلاقه اللي ذكرتكم بها فعندنا المهمه نتاعكم بعدا ما فيها باس نذكركم مثلا باغ اكزومبل عندي واحد الامبير متر دونك نستعمل امبير متر امبير متر لقياس شده التيار او شده التيار الكهربائي يعني واحد التيار الكهربائي كيمر في فرعين من الدار الكهربائيه اوكي اذا السامبل امبير متر او الكاليبر صافي ندير العيار اوكي العيار باغ اكزومبل اوكي ان امبير مثلا ولا عرفت انا اوكي ان امبير ولا العيار تدريجه المقروءه اوكي تدريجه المقروءه اوكي ان يساوي باغ اكزومبل نقولوا مثلا 65 او 60 فوالا شنو اخر بون ديال البرو ايضا فاكي كي كيكون عندي واحد امبير او 10 اوكي دونك التدريجه الاجماليه هو 100 تدريجه اجماليه او عدد تدريجات الميلاد ملي كيكون عندي مثلا 3 او 30 او 300 شي حاجه فيها 3 كتبدا ب 3 فكنستعمل التدريجه ديال 30 اوكي دونك عدد التدريجات عدد التدريجات الميناء بون نقولوا مثلا عدد التدريجات الميناء ان زيرو كيساوي باغ اكزومبل 100 فوالا دونك خصو يساوي 100 حيت خصو واحد اوكي اذا يعني كنت باغي نحبس ولكن معليش بعجاله اذا اولا احسب شده ولا التيار شدة أو أحسب شدة تيار المقاس إيميجيو هذا السؤال الأول أوكي السؤال الثاني بون جاوب على السؤال الأول على غير السؤال الثاني ألوغ هنايا كنستعمل العلاقة إيميجيو كيساوي كاليبر يعني
العيار نضرب في التدريجه من القران على التدريجه في المهنه، الوغ اي ميزوي غادي يساوي لنا العيار هو واحد، بون غادي نكتب العلاقه وعاد ندير تطبيق على الكاليب نضرب في ان على ان زيرو فوالا، اوكي كنقطع العلاقه ومن بعد كندير تطبيق على هذه اي ميزوري اي كيساوي دونك سي واحد نضرب في 60 على 100 يعني هي 0.6 0.6 اوكي اوكي دائما الوحده ديال هذه الكهرباء كيعطي لي العيار خديت العيار اونبير اونبير خديت ملي اونبير ملي اونبير ميكرو اونبير ميكرو اونبير دونك هذا السؤال الاول السؤال الجوهري واحسب الارتياح المطلق جوج واحسب الارتياح المطلق وأطر النتيجة وأطر أوكي وأطر شدة التيار الفعلي بون علاش الفعلي حيت هذا راه غير عبور ولكن التيار الحقيقي راه ما يمكنش نعبر بأمبيرمتر حيت الأمبيرمتر فيه الارتياب باش هو خطا أوكي ولهذا حنا التيار غير القياس هو قياس تقريبي وجهاز خصو يكون دقيق باش يكون شدة التيار معبور المقاسة تقابل هي شدة التيار الفعلية، إذن ملي كنعطي هذا السؤال ضروري خصني نعطي فئة العيار، فئة العيار، أوكي نعطي فئة باردون فئة الجهاز يعني الأمبير متر أ كتساوي 2.5 نستعمل هذا الجهاز عنده الفئة ديالو كتساوي 2.5 اذا هنايا كنطبق العلاقه اوكي نحاول نجاوبو عاد شوفو التصحيح ماشي مباشره تبع التصحيح حاول نجاوب اللي ما يراجع الدرس هذه فرصه باش يراجع الدرس اوكي الو احسب قلنا الارتياب المطلق الو الارتياب المطلق راه نزيد ندير طاي اوكي ندير طاي كتساوي الكلاس يعني ا في الكاليبر على مين بكل بساطه سهل الفئه مضروبه في العيار على مين تصبيح إذا كنطلع العلاقة هذي أوكي ومن بعد كندير تصبيح على هذي إذا غادي كنعطيكم حتى النظام ديال كيفاش نظموا الأجوبة ديالكم ديما العلاقة النهائية كنأطرها أوكي مثلا المقدار اللي باغي نحسبو كنوجدو خلال واحد التعبير حرفي وكنأطرو أوكي ومن بعد عاد كندير تصبيح على هذي وكنأطر تصبيح على هذي دير طبيعي دونك نحسبو أن أ هي 2.5 في 1 على 100 اوكي 2.5 في 1 على 100 جا كتعطينا 2.5 يعني مضروبه في 10 اس ناقص 2 اوكي 2.5 مضروبه في 10 اس ناقص 2 امبير اوكي يعني كتساوي 0.025 امبير اوكي الو الى بغينا نعرفوا النتيجه فكنعرفوا بان النتيجه اللي عبرنا يعني التيار الفعلي التيار الفعلي الحقيقي كيساوي اي ميزوري زائد ناقص دي بار يعني اي كتساوي اي ميزوري دونك هي شحال عبرنا لقينا كتساوي 0.6 زائد ناقص 0.025 اوكي بون اذا فهي بغينا نقدروا اما ان هذه مقوله اوكي او لا اللي بغا يكتب هذه يقطعها ليا الطرق ديال اكبر او تساوي دونك اي غادي تكون السياق الحقيقي الحقيقي اللي يكون محصور به اما كتكتب هذه وهذه ماذا سهل كتعني اي ميزوري هنايا زائد دلتا اي وهنايا يعني اي اكبر او يساوي من اي ميزوري ناقص دلتا اي اوكي الو كنعوض هاد ديال اي ميزوري ب 0.6 كنقسم منها 0.0 بالنسبه لنا وهنايا كنزيد عليها 0.0 بالنسبه لنا اوكي بون دابا السؤال الاخير غادي نكمل هنايا السؤال الاخير وهو احسب دقه القياس او الارتياب النسبي احسب دقه القياس السؤال جو بونس جوج ثلاثه احسب دقه القياس او لا كنسميوها الارتياب او الارتياب النسبي فوالا دونك دقة القياس أو الارتياب النسبي هاد العلاقة هي اللي كنطبق دلتا إي
السيوطي إذا كانت الرغية باش كنلقى النتيجة بالنسبة للمئة إن كان تساوي لنا شحال دلتا إي دونك هي 06 بارون دلتا إي قلنا 0.025 0.025 مقسومة على 0.6 نضربها بون إذا يمكن مثلا نكتبو كتساوي لنا أوكي ألور دونك 2.5 مضروبة ب 10 ناقص جوج على 6 مضروبة ب 10 أوكي وهادي مضروبة في 100 في 100 كتعطي لنا 2.5 إذا ديسبيسونس موان دو فوا 100 هي 1 أوكي كتبقى 2.5 على 60 أوكي بالنسبة للميدوري إذن عندكم هذا الحاسبة وكسبوا أوكي وغتلقاو النتيجة فوالا دونك عندنا 2.5 بون فوالا 0.6 داكور إذن عندنا أ فاصلة من غنسبة النتائج أ دونك أ قلنا هي 2.5 على 100 أوكي دونك عطاتنا هذا القيمة بون إذن فربما يكون شي خطأ في الحساب ولا إذا نعرفوا عليه بون لأن يعني ما كاينش التعب ولا اللي كل يوم يراقبوا وكذا ولكن عموما المجهود ديالي باش يعني نتفادى أي خطأ قام على حساب الحاسبة نتوما حسبوه وبون شونس وحد سعيد أوكي وحتى فرصة أخرى إن شاء الله في شي فيديو أخر. Allez, c'est un